عليكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي عازف الأورج في البرنامج التعليمي للأورج. فكنتمنى منكم السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية رائعة للفنان الشاب خالد، لله يا جزائر. فابقوا معنا لتستفيدوا. أولا، أغنية لله يا جزائر للفنان الشاب خالد هي على مقام نها واندلا أو لا مينور. نها واندلا اللي كيبدا من لا من هنا، أنا درت هنا لا مينور لأن طريقة العزف لا مينور هكذا. وكاينة السول دياز هي فقط نوطة حساسة، ما كتكتبش في لارميور، فقط نوطة حساسة. هذا بالنسبة لنها واندلا اللي هو إيكيفالون في الغربي لا مينور. غناخدو إيقاع غربي أو إيقاع علاوي على سرعة 100. أنا خديت إيقاع ما بين غربي وعلاوي، في العلاوي وفي الغربي على سرعة 100. وغناخدو لي براس ونبداو من لا من هنا المقدمة الموسيقية. كما لاحظنا هذه المقدمة الموسيقية، غنحاولوا نفصلوها ببطء من لا من هنا في أبعاد يعني تيارس تيارس. نبطئها أكثر بهذه الطريقة، بطأناها. الآن غنعود الموسيقى ثم ندخل الغناء المقطع الأول. لله يا جزائر يا وردة الروح، نحلم بيجي يوم عطر الحب يفوح، تنام بيوت الناس مفتوح البيبان، وعلاش الحراس عالقلب المضمان، ونقدر من غير حشمان نخزر في عيني من غير ما نخاف منك ولا نخاف عليك، ونشوف على بابك الغيمة تتجلى من حبة الأتراب، نلبس أحلى حلة لله 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 يا لله. كما لاحظنا هذا المقطع الأول من الأغنية، ثم نعيد السولو الأول مع الغناء الثاني. أحلى حلة لله 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 يا لله.
وفي المقطع الثاني كننتهوا بهذه الجمله اللي كتبدا من الفا من هنا. نعاودوها ببطء. هذه في الجمله الثانيه كننتهوا بهذه الجمله الموسيقيه. طبعا احنا بعد ما خدينا واحد النبذه يعني مختصره عن اغنيه لله يا جزائر، فالان غنعاودوها كامله، يعني كامله من الاول حتى الاخر باش تاخذوا على فكره عامه. كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية لله يا جزائر للفنان الشاب خالد. أتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة.